عادة تقدير الأصول بمناسبة انضمام أو انفصال شريك. شو يعني إعادة تقدير الأصول؟ وليش نحن محتاجين لإعادة تقدير الأصول؟ إعادة تقدير الأصول معناها الاعتراف بالقيم العادلة لهذه الأصول دفتريا. طيب السؤال الأول، ليش ما حتكون، ليش هي الأصول بالدفاتر منها بقيمتها العادلة؟ الجواب بسيط كتير، إنه الأصول بتكون بكثير من الأحيان مسجلة بتكلفتها التاريخية. شو يعني تكلفتها التاريخية؟ يعني تكلفتها كما كانت بتاريخ الحصول عليها، وتستمر المحاسبة على هذه الأصول بتكلفتها كما كانت بتاريخ الحصول عليها، بقطع النظر عما يحدث من تغيرات على قيمتها. وهذا اللي بيخلي إنه بكثير من الأحيان، لا سيما الأصول الثابتة، تبتعد قيمتها العادلة عن قيمتها، عن تكلفتها التاريخية، بسبب ارتفاع المستوى العام للأسعار، اللي هو الاتجاه اللي موجود من زمان أوي. طيب أنا ليش محتاج أعمل إعادة تقدير للأصول لحتى أعترف بالقيم العادلة لهذه الأصول؟ بيقول لي إعادة تقدير الأصول هي الاعتراف الدفتري بالقيم العادلة لهذه الأصول. يعني لما يكون في عندي انضمام شريك أو انفصال شريك، أنا محتاج، واحد من الأسباب اللي بيخليني أحتاج أعمل إعادة، لأنه انفصال شريك، الشريك المنفصل بيقول لي أنا بدي إياك تعمل إعادة تقدير للأصول الشركي، لنشوف هذا الفرق، أنه هذه الأصول بين ما تاريخ ما انشرت فيه وبين قيمتها اليوم في فرق كبير. هذا الفائض اللي هو الفرق بين قيمتها كما كانت بتاريخ الحصول عليها وقيمتها العادلة اليوم، هذا الفائض أنا بدي حصتي فيه لما أروح وانفصل. مش كنت تعطوني حقوقي أنا كشريك منفصل، أو الشريك المتوفى مش بده حقوقه، بيقول لك أنا بخي بدي حقوقي بفائض إعادة التقدير الأصول الثابتة. والشركاء لما يكون في انضمام شريك جديد، كمان محتاجين انه قبل ما يجي هذا الشريك الجديد، انه هني ما يخلوه يشترك بفائض اعادة التقدير اللي تحقق قبل ما هو يشرف، وانه تكون الاصول والرسامين الخاصة بالدفاتر تعبر في الحقيقة عن القيم العادلة لهذه الاصول، لحتى لما ينعمل إعادة، لما ينعمل توزيع الأرباح والخسائر بالتناسب مع المقدمات، بالتناسب مع رأس المال، ما يصير في غبن للشركاء القدامى، إنه يكون التناسب يعبر فعلا عن الوضع النسبي لكل شريك في هذه الشركة، لأنه في فائض بقيم الأصول منه مسجل دفتريا، وبالتالي رأس مال الشركاء الدفتري لا يعبر عن رأس مالهم الفعلي. إذا عمل تقسيم بالتناسب مع رأس المال، حيكونوا هني مغبونين، لأنه هذا الشريك جديد فايت بمقدمات بقيمتها كما هي اليوم، هني فايتين بمقدمات بقيمتها مثل ما كانت بتاريخ الحصول عليها، بس دفتريا هذه الأصول ارتفعت قيمتها، بس ارتفاع قيمتها منه معترف فيه دفتريا، منه مسجل. فلذلك محتاجين هني يسجلوا، محتاجين هذا التسجيل يأثر على رأس مالهم، حتى ينعمل يعني تسوي لأوضاع رأس المال، حتى نقدر نعمل توزيع للأرباح والخسائر بالتناسب مع رأس المال الحقيقي. عم بيقول إعادة تقدير الأصول هي الاعتراف الدفتري بالقيم العالية لهذه الأصول، وعادة ما تكون الأصول الثابتة للشركة هي الأولى بالتقدير، لأنه بتكون قديمة، الأصول المتداولة مثل المخزون وسندات التوظيف بتكون أصول يعني حديثة الاقتناء، يعني محلة تختلف كتير قيمتها العادلة عن تكلفتها التاريخية. بينما الأصول الثابتة بتكون خدمت، يعني مثلا الأراضي ممكن لها 20 سنة بالخدمة، وإذا بعدها بتكلفتها التاريخية بدها تكون قيمتها العادلة كتير اختلفت عن تكلفتها التاريخية، وذلك لأن طول خدمة هذه الأصول يجعل تكلفتها التاريخية بعيدة عن قيمتها العادلة نتيجة ارتفاع المستوى العام للأسعار. وقصر التصميم المحاسبي العام اللبناني إعادة التقدير في الأصول الثابتة. وفي الحقيقة
إعادة، حصل إعادة التقدير في الأصول الثابتة، هذا أمر لا ينفرد به التصميم المحاسب العام اللبناني. يعني واحد من الأنظمة ومن القوانين اللي المحصور فيها إعادة التقدير في الأصول الثابتة هو النظام القانون اللبناني. كثير من الأنظمة الأخرى هيك، لأنه الأصول المتداولة إعادة تقديرها يعني ما له ضرورة. بمعنى إنه أوكي، ارتفعت قيمة المخزون، هذا المخزون ارتفاع قيمته حيبين ساعة اللي بينباع، فليش أنا بدي أعترف بارتفاع قيمته قبل ما ينباع؟ بينما الأصول الثابتة إنه هي منا للبيع أساسا، هي مستمرة. هذا من جهة. من جهة تاني إنه المخزون بيكون حديث الاقتناء، وبالتالي محلة ارتفاع قيمته هذاك الارتفاع اللي محتاج ينعمل إجراء لحتى أعترف به. بينما الأصول الثابتة بتكون بقالها سنوات في الخدمة. إذا فلم يسمح بإعادة تقدير الأصول المتداولة كمخزون بضاعة وسيلة التوظيف. وهناك أسباب عديدة تجعل المؤسسات تعمد إعادة تقديرها. طبعا هذا السببين اللي هني مذكورين هون، هدول مش سببين وحيدين، هدول اثنين من الأسباب العديدة تعمد إعادة تقديرها. منها دخول شركاء جدد إلى الشركة، أو انسحاب شريك منها، أو وفاة أحد الشركاء. طبعا لما يتوفى أحد الشركاء هو ما حيقدر يطالب بشيء باعتبار مات، اللي حيطالبه هن الورثة، أو تغير نسب توزيع الأرباح والخسائر، أو اندماجها في شركة أخرى. وللاعتراف بفروق إعادة تخمين الأصول الثابتة غير القابلة للإهلاك، يسجل قيد يجعل فيه مدينا حساب الأصل المعاد تخمينه، الأراضي مثلا يجعل فيه دائنا الحساب 103 فروق إعادة تخمين الأصول الثابتة. عم بيقول لي خلينا هلا نحكي محاسبة. كنا بالأول عم نحكي الأسباب اللي بتخلينا نعمل إعادة تقدير، خلينا نحكي محاسبة. لما أنا بدي أعمل قيد لأعترف بإعادة تقدير الأصول، أنا بدي أشوف هذا الأصل هل هو قابل للإهلاك amortissable ولا منه قابل للإهلاك. إذا منه قابل للإهلاك، المسألة في غاية البساطة قد إيه هو ارتفع، بعمله مدين بالمبلغ اللي ارتفع فيه. يعني الأرض ارتفعت قيمتها 100 مليون بين قيمتها العادلة وبين تكلفتها التاريخية، بعملها مدينة ب 100 مليون. طب إلى حساب شو؟ إلى حساب فروق إعادة تخمين الأصول الثابتة. هذا بالنسبة للأصول الثابتة غير القابلة للإهلاك. طبعا بيقول لي الأراضي مثلا. طيب مثلا ليش في غير الأراضي من مقابل الإهلاك؟ إذا عم نحكي الأصول الثابتة مادية، ما في غير الأراضي، بس في أصول ثابتة مالية من قابل للإهلاك. السندات المشاركة والسندات المجمدة أصول ثابتة مالية وهي غير قابلة للإهلاك، بس من المادية هذا الوحيد اللي هو غير قابل. إذا لما يكون عم نحكي بأصل ثابت مادي غير قابل للإهلاك، أو غير مادي مالي، إذا الأصل غير قابل للإهلاك بكفي ينعمل هو مدين بمبلغ الفائض في قيمته، الارتفاع في قيمته، إلى حساب فروق إعادة تخمين الأصول الثابتة. طب كويس، إذا كان amortissable، إذا كان قابل للإهلاك، عم بيقول لي وللاعتراف بفروق إعادة تخمين الأصول الثابتة القابلة للإهلاك يسجل قيد. قال لي ليك هون بالنسبة للأصول الثابتة القابلة للإهلاك، ما عاد ساعتها أنت عم تتعامل مع حساب واحد للأصل، صار في عندك حسابان. ما عندك الأبنية، عندك الأبنية استهلاك الأبنية، معدات صناعية استهلاك المعدات الصناعية، آليات النقل استهلاك آليات النقل، الأساس واستهلاك الأساس، الأدوات المكتبية والمعلوماتية استهلاك الأدوات المكتبية والمعلوماتية. كل أصل ثابت موجود له استهلاك. لما بدك تعمل إعادة التقدير بدك تعدل هول الحسابان، الأبنية استهلاك الأبنية كذا واستهلاك الكذا إلى آخره. التغير الدفتري في القيم لن يقتصر هنا في هذه الحالة على حساب الأصل، بل سيشمل معه استهلاك هذا الأصل. يعني يجعل مدينا، مثل ما يجعل مدينا الأراضي هون، يجعل مدينا هون الأبنية إذا كنا عم نحكي بدي أعمل إعادة تخمين الأبنية، بس يجعل دائنا هون، يجعل دائنا مس الفروق هون، يجعل دائنا حاجتين: فروق إعادة تخمين الأصول الثابتة واستهلاك الأصل المعاد تخمينه، يعني الاستهلاك الأبنية.
يعني إذا أنا عم بعمل إعادة تخمين للأبنية من حساب الأبنية إلى حساب استهلاك الأبنية وإلى حساب فروق إعادة تخمين الأصول الثابتة، إذا عم بعمل آليات النقل من حساب آليات النقل إلى حساب استهلاك آليات النقل وإلى حساب فروق إعادة تخمين الأصول الثابتة. طيب عظيم، إنه هون نحن عرفنا إنه بالأراضي بترتفع الأراضي، مبلغ الارتفاع بنحطه بحساب الأراضي إلى حساب فروق. طيب هون قد إيه بحط بالأبنية وقد إيه بحط باستهلاك الأبنية؟ إذا أنا بدي أعدل حسابين، قد إيه بدي أزيد على هذا وقد إيه بدي أزيد على هذا، وعلى أي أساس؟ هذا اللي حيشرح لي إياه هلا شويتين. هلا عم بيقول لي أول شيء بدي أخبرك عن إعادة تخمين الأصول الثابتة بمناسبة انضمام شريك جديد. أول شيء خليني أخبرك ليش نحن محتاجين نعمل إعادة تقدير للأصول الثابتة عند انضمام شريك جديد. قال لي الغرض من إعادة التخمين عند انضمام شريك جديد تصحيح الوضع الدفتري لحقوق الشركاء قبل انضمام الشريك الجديد، بحيث يكون الهيكل النسبي الدفتري لرأس المال مماثلا للهيكل النسبي لحقوقهم في الشركة كما هي عند الانضمام. مثل ما كنا عم نقول إنه هن لما كانوا فايتين على الشركة فاتوا بالمقدمات، اليوم قيمة المقدمات اللي فاتوا فيها أكبر بكتير مما هي كانت يوم ما فاتوا، وبالتالي رأس مالهم إذا أنا اليوم بدي أعترف بالارتفاع في قيم الأصول الثابتة للشركة، إذا كانت الأصول الثابتة للشركة قديمة الاقتناء، هالارتفاع حيكبر رأس مالهم كتير، وبالتالي لما يجي هو برأس ماله بالمقارنة مع رأس ماله بده يكون رأس ماله مثل ما رأس ماله بيعبر عن قيمة رأس ماله اليوم، بده يكون رأس ماله الدفتري كمان بيعبر عن قيمة رأس ماله اليوم. لو ما عملت إعادة تقدير بيكون رأس ماله الدفتري ما معبر عن قيمة رأس ماله كما هو اليوم، معبر عن قيمة رأس ماله مثل ما كانوا يوم اللي فاتوا على الشركة، بس لازم يكبر رأس المال هيدا بشو؟ بالارتفاع اللي حاصل بقيم الأصول الثابتة بين ما يوم ما انشرت أو بين ما يوم ما تأسست الشركة وبين هلأ. ما ضروري طبعا، أكيد إعادة التخمين مش هتشمل بس الأصول اللي انجبت يوم التأسيس، كل الأصول الثابتة اللي موجودة عند الشركة سيعاد تخمينه. مثال عم بيقول لي في 1/7 كانت الرساميل الخاصة في شركة تضمن إحسان وشركاء كما يلي: رأس المال احتياطي قانوني احتياطي نظامي احتياطي اختياري مجموع 688 مليون. بيقول لي وتضم الشركات إحسان برأس مال 150 مليون وإقبال برأس مال 90 مليون وإلهام برأس مال 60 مليون، وتقسم الشركات الأرباح والخسائر بالتناسب مع رأس المال. هلا بعد شوي حشوف شو هو هذا التناسب، شو نسبه مبين تقريبا، يعني عندي مجموع رأس المال 300 مليون، نصهم مع إحسان، 30% مع إقبال و20% مع إلهام. طيب وفي تاريخه تم الاتفاق على انضمام إنعام إلى الشركة برأس مال 200 مليون ليرة لبنانية، على أن يتم قبل انضمامها ضم الاحتياطيات إلى رأس المال. يعني بده ينعمل قيد هدول الاحتياطيات الثلاثة ينعملوا مدين لحتى ينضموا لرأس المال. احنا ديجا شفنا قبل عن ضم الاحتياطيات لرأس المال انه بتعمل احتياطيات مدينة ورأس المال دائم. وإعادة تقدير الأصول الثابتة اللي احنا ما شفناه قبل هلا جايين نشوفه، وضم فروق إعادة التقدير إلى رأس المال. طب كويس، مين بده يعرف لي قد ايه قيم الأصول الثابتة؟ احنا محتاجين بقى لتقدير خبراء التقدير. جبنا خبراء قالوا الآتي، عم بيقول وقد أسفرت إعادة التقدير عن النتائج التالية. أول شيء أنا أصولي الثابتة اللي شملتها، هذه يمكن مش كل أصولي الثابتة، هالأربعة يمكن أنا عندي غيرهم، بس هول الأربعة اللي تبين بنتيجة إعادة التقدير إنه قيمتهم العادلة مختلفة عن قيمتهم الدفترية: أراضي وأبنية ومعدات وآليات. هلا أنا يمكن بعد عندي أثاث، بعد عندي أدوات مكتبية ومعلوماتية، بعد عندي يمكن غيرهم، بس ما تبين إنه قيمتنا العادلة مختلفة عن قيمتهم الدفترية، ما تبين إنها أعلى. طيب جيد جيد، هول العمودين هول
هو ليه مش أسفرت إعادة التقدير، هيدي قيم دفترية قبل ما تحصل إعادة التقدير، إنه أنا شاري الأراضي ب 240، هذا مش إعادة التقدير اللي خبرت، أنا شاريهم بالقد، شاري الأبنية ب 300 مليون ومستهلكي لغاية ما انعملت إعادة التقدير ب 60 مليون، وبرضه هذا مش إعادة التقدير اللي خبرتني هالشيء، أنا اللي خبرت إعادة التقدير بالموضوع. شاري المعدات الصناعية ب 120 مليون مستهلكة لغاية ما انعمل إعادة التقدير ب 72 مليون. آليات النقل شارينا ب 80 مستهلكة ب 48. الخبير قدر هذه القيم اللي ظاهرة بهذا العمود الأخير 500 636 57 600 800. كمان الخبير تبين معه شغلة تانية، هذه دايما أكيد بتبين بإعادة التقدير، وهذه بحاجة مش بس لخبير تخمين، هذه بحاجة لخبير بيعرف كيف تتقدر هالأمور. عم بيقول: وقد تبين أن الشركة تمتلك شهرة لا تظهرها دفاترها، قدرت بمبلغ 440 مليون. 440 مليون تقدرت الشهرة، ومثل ما قلنا بمناسبات سابقة انه بكتير احيان بتكون قيمة الشهرة واحدة اضعاف مضاعفة عن قيمة الاصول المادية للشركة. تقدرت الشهرة ب 440 مليون. طب السؤال اليوم، كيف عرف انه قيمتها 440 مليون؟ يعني كيف طلعوا معه على 440 مليون؟ في طرق ولا هيدي هيك مسألة تحكمية؟ لا، في طرق موجودة بالتطبيق العملي انك تقدر قيمة الشهرة بالاستناد للأرباح اللي حققتها الشركة خلال السنوات اللي مضيت. في طرق مختلفة في هذا الأمر، هلأ نحن ما حنتعاطى بهذا الأمر، نحن حنعتبر إنه بالوقت الحاضر على الأقل حنعتبر إنه الشهرة مش أنا مخبرك إياها وقايل لك إنه تقدرت بهالقد، ما حأعطيك شيء وأقول لك أنت احسب لي قد إيه فيها تتقدر الشهرة. طيب هذه هي المعطيات. إذا أنا عندي بالمعطيات انه بدي ضم الاحتياطيات لرأس المال، وقال لي ضمهم، قال لي اعمل اعادة تقدير الاصول الثابتة وهي المعطيات، وقال لي ما تنسى انه انت عم تعمل اعادة تقدير الاصول الثابتة، ما تنسى انه في شيء شهرة منا موجودة بالدفاتر بدك تعترف فيها، لانه هذا سبب كافي ليخليك تعترف فيها. انه شو السبب الكافي؟ انضمام شريك لحتى نحن نعترف بهذه الشهرة وتتسجل دفتريا وتتأثر رؤوس أموال الشركاء القدامى بهذه الشهرة قبل ما تشرف الاستنعام. طيب إذا عملنا أول شيء لإثبات ما سبق دفتريا، يتم إجراء القيد التالي لضم الاحتياطيات لرأس المال. مثل ما قلنا، تجعل الاحتياطيات مدينة بقيمها، هذه هي قيمها 60 88 240، ويجعل رأس المال دائنا بمجموع هذه القيم. أنا إذا طبعا ضميتهم كلهم، وإذا أنا بدي ضم احتياطيات، إنه هون ما في سبب يخليني ضم جزء منهم، لأنه هون طالما في ضم احتياطيات بمناسبة تصحيح رأس المال الدفتري للشركاء بدهم ينضموا كلهم لرأس المال. ضميناهم صاروا برأس المال كل الاحتياطيات، من هون ورايح صار رصيد الاحتياطيات زيرو ومبلغهم زاد على رأس المال. عم بيقولوا: الاعتراف بفائض إعادة تقدير الأصول غير الثابتة، أصول تقدير الأراضي غير القابلة للإهلاك، يتم إجراء القيد التالي. أول شيء، قد إيه فرق إعادة تخمين الأراضي؟ 500 هي تقدرت ب 500، هي دفتريا 240. 500 ناقص 240 260، من نقيض من حساب الأراضي إلى حساب فروق إعادة تخمين الأصول الثابتة بها الفرق البالغ 260. زدناه على الأراضي، يعني بعد ما عملنا هالقيد الأراضي اتضخمت قيمتها 260، يعني صارت دفتريا نحط فوق ال 240 260، يعني دفتريا صارت قيمتها 500، إلى حساب فروق إعادة تخمين الأصول الثابتة. فالأراضي مسألة في غاية البساطة، لأنه ما لها إهلاك، شفنا الفرق وحطيناه وخلصت اللعبة. بينما الأصول الثانية اللي هن الأبنية والمعدات وآليات النقل، في شغلة صغيرة بدنا نعملها. شو هي الشغلة الصغيرة؟ خلينا نشوف. عم بيقول لي: ولا الاعتراف بفائض إعادة تقدير الأصول الثابتة القابلة للإهلاك، يتم احتساب نسبة القيمة المقدرة إلى القيمة الدفترية الصافية. طيب خلينا نشوف القيمة الدفترية الصافية شو يعني.
القيمة الدفترية الصافية، يعني القيمة غير الصافية القاعدة بهذا العمود ناقص مجمع الإهلاك القاعد بهذا العمود لكل من الأبنية والمعدات وآليات النقل. طيب هاي الأبنية وهاي المعدات وهاي آليات النقل، هاي القيمة غير الصافية وهاي للإهلاك، وهاي القيمة الصافية اللي هي هاي ناقص هاي، طلعت 240 هون، 48 مليون هون، 32 مليون. هلا القيمة اللي تقدرت هو مخبرني اياهم اللي هن هول الثلاثة، هذا تقدير الخبير. هلا اللي انا حاعمله، ححط اول شيء 336 مليون قسم 240 مليون، بيطلع 140%. يعني الأصول يعني الأبنية زايدة قيمتها العادلة عن قيمتها الدفترية الصافية 40%، لأنه لما تكون نسبة القيمة المقدرة للقيمة الصافية 140% يعني في زيادة 40%، في زيادة 20% بالمعدات، وفي زيادة كمان 20% بآليات النقل. طيب كويس، أنا صار بعرف شو بدي أعمل. حأمسك أول شيء الأبنية، حقول قد إيه الأبنية، 300 مليون ضرب 40% اللي هي الزيادة اللي هون، بتطلع 120 مليون من حساب الأبنية. 120 مليون خلص الجانب المدين للقيد. هلا بالجانب الدائن بدي أعدل استهلاك الأبنية، قد إيه استهلاك الأبنية؟ 60 مليون. عظيم، 60 مليون ضرب 40%، مش ال 140، ال 40، يعني أنا بدي أحط الزيادة. إذا 60 مليون ضرب 40% طلع 24 مليون. الفرق بين ال 120 وال 24 إلى حساب فروق إعادة تخمين الأصول الثابتة. هاي بالنسبة للأبنية. طب قبل ما أروح، يا ترى 96 بتمثل الفرق بين القيمة المقدرة والقيمة الصافية؟ 336 مليون ناقص 240 مليون بتساوي 96 مليون؟ إيه بتساوي 96 مليون. إذا حطينا الفروق إعادة تخمين الأصول الثابتة بتعديل حسابين اللي هن الأبنية واستهلاك الأبنية. نجي على المعدات. المعدات بمسك القيمة غير الصافية بتاعت المعدات، وبتطلع بال20% اللي هون، 120 مليون ضرب 20% 24 مليون من حساب المعدات الصناعية. بيجي على الاستهلاك، إلى حساب استهلاك، بتطلع بالقيمة الاستهلاك اللي هون، 72 مليون ضرب 20% طلعت 14 مليون و400. الفرق 24 مليون ناقص 14 مليون و400 إلى حساب فروق إعادة تخمين الأصول الثابتة اللي هي 9 مليون و600. يا ترى 9 مليون و600 بتمثل الفرق بين 57 مليون و600 و48 مليون؟ إيه بتمثل هذا الفرق، 57 مليون و600 ناقص 48 مليون يساوي 9 مليون و600. بيجي على آليات النقل. آليات النقل همسك ال 80 مليون اللي هون وال 20% اللي هون. 80 مليون ضرب 20% 16 مليون من حساب آليات النقل، 16 مليون. بيجي على استهلاك آليات النقل، 48 مليون اللي هون 20% اللي هون. 48 مليون ضرب 20% 9 مليون و600. 16 مليون ناقص 9 مليون و600 يساوي 6 مليون و400 إلى حساب فروق إعادة تخمين الأصول الثابتة. يا ترى 6 مليون و400 بتمثل الفرق اللي هون؟ إيه إيه بتمثله. 38 مليون و400 ناقص 32 مليون يساوي 6 مليون و400. خلصوا هول الأصول. بس في شيء كمان عم بيقول لي إنه الجماعة قدروا الشهرة ب 440 مليون، والشهرة اللي تقدرت ب 440 مليون قبل ما تتقدر كانت ما كان لها قيمة دفترية. يعني هال 440 مليون بالكامل فروق إعادة تخمين أصول ثابتة. إذا حقول من حساب الشهرة إلى حساب فروق إعادة تخمين الأصول الثابتة بال 440 مليون كاملة. هيك بتصير مجموع الفروق، شهرة 440 اللي هي هاي، الأراضي 260 اللي هي هاي، الأبنية، وانتبهوا بالأبنية أنا عم بتطلع هون
مش هون المبلغ اللي محطوط بالفروق 96، بالمعدات 9600، بالفروق بالآليات النقل 6400، بالشهرة 440. عم تطلع بالمبلغ اللي محطوط بالفروق، مش المبلغ اللي منزاد على هول. إذا 440، 260، 96، 9 مليون 600، 6 مليون 400، مجموع فروق إعادة التخمين 812 مليون. هو قال لي بس تخلص فروق إعادة التخمين بدي عزبك تعمل شيء. شو هو؟ قال لي وضم فروق إعادة التقدير إلى رأس المال. قال لي وإعادة تقدير الأصول الثابتة إن له تكرم عملناها. قال لي إيه كمان؟ وضم فروق إعادة التخمين إلى رأس المال. طب كويس، تعال نضم فروق إعادة التخمين إلى رأس المال من حساب فروق إعادة تخمين الأصول الثابتة بمجموع اللي نحطه بالقيود السابقة إلى حساب رأس المال المكتتب المستدعى والمدفوع. هلأ قديه صار رأس المال؟ أنا كان في 300 مليون، وهون زدت عليه بهذا القيد، زدت عليه 388 مليون إلى رأس المال، وهون زدت عليه بهذا القيد 812 مليون. قديش صار رأس المال قبل التعديل؟ كان 300 مليون، بعد ما زادوا عليها الحاجتين صار مليار ونص. إذا رأس مال الشركات كان قبل التعديل كان إحسان 150 وإقبال 90 وإلهام 60، يعني كان نسبه إحسان كان مع 150 من أصل 300، كان مع 50% من رأس المال. إقبال كان مع 90 على 300، يعني 30% من رأس المال. إلهام كان مع 60 على 300، يعني 20% من رأس المال. رأس المال الجديد بده يكون كالآتي: بده يكون إحسان نسبته فيه مثل نسبة رأس ماله قبل التعديل، رأس مال بعد التعديل نسبة إحسان فيه بده يكون مماثل لنسبتها برأس المال قبل التعديل، يعني إلى 50% من المليار ونص، يعني إلى 750 مليون. إقبال إلى 30% من المليار ونص، يعني إلى 450 مليون. إلهام إلى 20% من المليار ونص، يعني إلى 300 مليون. وبعد ذلك يتم إجراء قيود انضمام الشركة إنعام على النحو السابق شرحه. الشركة إنعام. إعادة تخمين الأصول الثابتة بمناسبة انفصال شريك. كان هون عندي سبب آخر بخليني أنا محتاج أعمل إعادة تخمين للأصول الثابتة، واللي هو يمكن يكون سبب أقوى يخليني أعمل إعادة تخمين، اللي هو انفصال شريك، إنه أو وفاة شريك. إذا انفصال شريك بدي أعطيه حقوقه للشريك المنفصل، إذا وفات بدي أعطي حقوقه لورثته. إذا قد يتم عند انفصال أحد الشركاء إعادة تقدير الأصول الثابتة لتحديد حقوقه في صافي الأصول على نحو عادل، ولا تختلف قيود إعادة التقدير بمناسبة انضمام الشريك عنها إذا كانت مناسبة انفصال الشريك. يا ترى هذا الشيء اللي صار هون، لأنه في شريك بده ينضم، تختلف اللعبة لو كانت عم تصير كإعادة تخمين، تختلف من لو كان الشريك بده ينفصل. لا، ما بتختلف بشيء، ما كان حيتغير شيء أبدا باختلاف السبب اللي عم نعمل إعادة التقدير من أجله. يعني إعادة التقدير هي إعادة التقدير شو ما كان سببها، يعني ها هي اللعبة اللي بقت تنلعب، هنرجع نلعبها هلا مرة تانية. عم بيقول مثال 2: تضم إحدى شركات التضامن الشركاء حجار وعويدات وشعبان برأس مال مقسم بالتساوي بين الشركاء. في مطلع الدورة المالية نون انفصل الشريك شعبان لسوء الحظ. طبعا إذا تضامن فيه انفصل شعبان، لأنه هي فيها ثلاثة، بيها فيها اثنين اللي هن حجار وعويدات، ولذلك تقرر تصفية حصته استنادا إلى الرسوميات الخاصة بعد توزيع الربح الظاهر أدناه. رأس المال 180 مليون، الاحتياطي القانوني 36 مليون، الاحتياطي النظامي 54 مليون، الاحتياطي الاختياري 30 مليون. هذا الرسمية الخاصة للشركة قبل ما ينفصل الشريك شعبان. على أن يعاد تقدير الأصول الثابتة للشركة ليحصل الشريك المنسحب على نصيبه من فائض إعادة التقدير.
وفيما يلي بيانات الأصول المعاد تقديرها. الأصول اللي أعيد تقديرها ثلاثة غير الشهرة اللي هذا بده يخبرني عنها، منهم أصل نقم أختي السعب اللي هو الأراضي غير قابل للإهلاك، وهذا لعبته بس إنه 100 123 يزيد 23، بدي أعمل قايمة بها 23 الزيادة، وبدي ألعب اللعبة هي ذاتها بالنسبة للأبنية والمعادات اللي لعبناها فوق. وقد تبين أن الشركة تمتلك شهرة لا تظهرها دفاتيرها قدرة مبلغ 114 مليون، وقد سددت الشركة بشيك حقوق الشريك المنسحب. طب كويس، عم بيقول لي فروقات التخمين على الأصول الثابتة المادية. الأصول الثابتة المادية اللي هن هدول قيمتهم العادلة 206، قيمتهم الدفترية 170، يعني فروقات التقدير بتاعتهم 36 مليون. على الشهرة تقدرت ب 114 مليون، وهي قيمتها الدفترية صفر، يعني الفروق بتاعتها 114 مليون، كل قيمتها فروق، يعني فروق إعادة تخمين الأصول الثابتة 150 مليون، هاي كمجموع فروق. طيب خلينا نشوف هلا اللعبة الدفترية كيف حتحصل. الأبنية قيمتها غير الصافي 60، مستهلكة ب 20، يعني قيمتها الدفترية الصافية 40. هو عاطيني إياهم القيم، إنه أنا ما في شيء عم بحسبه، أوكي عم بنقلهم بس. هلا بدي أحسب بقى نسبة 50 على 40 بتطلع 125%، نسبة التلاتة يعني بالزيادة 25%، أنا بهمني 25% لما بدي ألعب تحت. هون بدي أحسب بقى نسبة 33 على 30 بتطلع 110%، أنا بهمني هاي 10%. أوكي الأراضي، طبعا الأراضي ما فوت على الجدول لأنه ما في داعي ينحسب لها القيمة، لأنه أنا بدي أخذ الفرق بس وأعمل له قايد. إذا من حساب الأراضي إلى حساب فروق إعادة تخمين الأصول الثابتة بالفرق بين شو؟ بالفرق بين 123 مليون وال 100 مليون. طيب أما الأبنية، مسكت ال 60 مليون وضربتها ب 25% طلعت 15 مليون، فقلت من حساب الأبنية 15 مليون. إلى حساب استهلاك الأبنية، مسكت ال 20 مليون وضربتها ب 25% طلعت 5 مليون، الفرق إلى حساب فروق إعادة تخمين الأصول الثابتة. طيب هاي العشرة بتمثل الفرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية؟ إيه، 50 ناقص 40. المعدات، مسكنا المعدات، هاي 40 مليون ضرب 10% 4 مليون، من حساب المعدات 4 مليون إلى حساب استهلاك المعدات، هاي 10 مليون ضرب 10% مليون، إذا إلى حساب استهلاك المعدات مليون، إلى حساب فروق إعادة تخمين الأصول الثابتة الفرق 4 ناقص 1 3 مليون، فروق إعادة تخمين الأصول الثابتة. يا ترى الفروق هي الفروق اللي هون إيه؟ 33 ناقص 30 يساوي 30 مليون. الشهرة تقدرت ب 114 مليون وقيمتها الدفترية زيرو، بمعنى إنه هي قبل ما تتقدر ما كانت مسجلة دفتريا. طيب يعني كل الشهرة فروق إعادة تخمين، من حساب الشهرة إلى حساب فروق إعادة تخمين الأصول الثابتة 114 مليون. جمعتهم طلعت مجموع فروق إعادة التخمين 150 مليون. 114 نحطه بالشهرة، 23 نحطه بالأراضي، طبعا مش نحطه بالأراضي، هدول اثنين ايه نحط بالأراضي 114 بالشهرة 23 بس، هدول اثنين، هذا مش هذا المبلغ اللي نحط بالأبنية ولا هذا المبلغ اللي نحط بالمعدات، لأنه اللي نحط بالأبنية 15 بس نحط بالفروق 10 لأنه في 5 نحطه بالاستهلاك. هون اللي نحط بالمعدات 4 ولا نحط بس نحط بالفروق 3. إذا أنا عم باخذ القيم اللي مثل ما قلنا فوق، عم باخذ هذه القيم اللي محطوطة هون، القيم اللي محطوطة هون بالفروق، مش القيم اللي محطوطة بالأصل ذات نفسه. طيب طلع مجموع الفروق 150 مليون. كويس، جينا جمعنا بقى رأس المال، الرساميل الخاصة. لاحظ إنه أنا ما ضميت لرأس المال الفروق، ما ضميتها لرأس المال، وما كنت عامل ضم الاحتياطيات لرأس المال لأنه ما حدا قال ضمهم، فما عملت ضم. في أحيان ينعمل هذا الضم بس هون ما حدا طلب ينعمل، فيهم الشركاء يتفقوا إنه تنضم الاحتياطيات وتنضم الفروق إلى رأس المال، فيهم ما يتفقوا على هالشيء إذا في شريك عم ينسحب. إذا ها هي الرسامي الخاصة طلعت 450 مليون. طب مين قال إنه بيقسموا بالتساوي الثلث لكل شريك؟ خلينا نشوف إذا هو قال ولا إحنا استنتجنا استنتاج.
تضم إحدى شركات التضامن الشركاء حجار وعويدات وشعبان برأس مال مقسم بالتساوي. فإذا رأس المال مقسم بالتساوي بينهم، يعني لما يكون في ضم احتياطيات ولما يكون في ضم فروق، أو لما يكون في نصيبه في الاحتياطيات ونصيبه بالفروق، لما بده يروح بده ياخذ إذا بالتساوي هن ثلاثة، بده ياخذ ثلث رأس المال، بده ياخذ ثلث الاحتياطيات، وبده ياخذ ثلث الفروق. طيب ثلث رأس المال من حساب رأس المال 60 مليون، ثلثهم، وثلث الاحتياطي القانوني 12 مليون، وثلث الاحتياطي النظامي 18 مليون، وثلث الاختياري 10 مليون، وثلث الفروق 50 مليون. شعبان بيطلع له مجموع هالأثلاث الخمسة 150 مليون إلى حساب الشريك شعبان رأس المال المقرر له، ودفعت له حقوقه بشكل الشركة. هو قال بشك، ايه هو قال هون، وقد سددت الشركة بشك حقوق الشريك المنسحب. عظيم. إذا من حساب الشريك شعبان رأس المال المقرر رده إلى حساب البنك 150 مليون.